في الفيديو ده هقول لك اهم 5 انواع لبس بالانجلش. اول حاجه بنطلون بالانجلش يعني pants. ثاني حاجه قميص بالانجلش زي اللي انا لابسه ده بنقول عليه shirt. ثالث حاجه التيشيرت العاديه بقى اللي هي نص كم وكم دي عاديه جدا بنقول عليها t-shirt. خدوا بالكم عشان في ناس بتتلخبط ما بين shirt و t-shirt. القميص اللي هو shirt. شرابات بالانجلش اللي هي socks. بدلة بقى بالانجلش يعني suit. لو فستان هيبقى dress. نخلي بالنا هنا ال dr بيبقى فيه جه كده فنقول dress. لو عايز فايل PDF في كل انواع اللبس بالانجلش ومعاهم الصور بتاعتهم تقدر تكتب لنا في الكومنتس وهنبعتهولك. اهم حاجه في الانجليش الممارسه، لازم تتكلم انجليش وتتعود انت تتكلم انجليش كتير. عشان كده تقدر تسال على كورس الكونفرسيشن اللي احنا بنعمله ده، كورس محادثه مكثف تقدر تسال عليه، وبرضه تقدر تسال على كتاب اهم 2000 كلمه في الانجليش. Thank you so much and bye bye.